اهلا بيكم في قناة ايجي تورينا. لو اول مرة بتشوفوا القناة هتلاقوا هنا فيديوهات انجليش وعربي عن الاماكن السياحية والاثرية في مصر. لو عجبتكم فكرة القناة اضغطوا حالا على سبسكرايب علشان توصلكوا كل الفيديوهات اللي ممكن تكونوا بتدوروا عليها. في الفيديو ده هفرجكوا على اكبر مشروع اتعمل لانقاذ قلعة قايتباي من الغرق. اللي ما يعرفش قلعة قايتباي دي موجودة في اسكندرية وبتعتبر من أهم المواقع الحربية والعسكرية من أول العصر المملوكي حتى العصر الحديث. القلعة أصبحت دلوقتي أهم موقع أثري وسياحي في اسكندرية، أهم مكان بيتزور في اسكندرية، من أجمل الأماكن اللي ممكن تزوروها هنا وتستمتعوا بيها جدا جدا. وانت جوه القلعة بتكون شايف البحر كله محاط بيك من أربع اتجاهات. لكن على قد ما الشكل كان جميل قوي وكنا بنستمتع واحنا قاعدين في القلعة واحنا بالذات كمان على الروف توب وكنا بنشوف البحر من حوالينا من خلال الاربع اتجاهات وكان الفيو فعلا هنا مميز جدا ما بتقدرش تشوفه في اي مكان تاني في اسكندرية. على الرغم من ده لكن كان في خطورة كبيرة قوي على الاثر هنا، لاني مع مرور الزمن كانت القلعة طبعا علشان هي بتحاط من البحر من كل الاتجاهات فكانت اساسات القلعة ابتدى يظهر عليها التآكل بسبب البحر وبسبب الامواج العالية في المكان ده زي ما احنا شايفين قدامنا. وكمان في اجزاء من القلعة كانت مهددة بالغرق وكان ارتفاع الامواج هنا بيوصل لحوالي 8 متر ودي نسبة مش قليلة في مكان زي ده، خاصة ان المكان هنا بيعتبر مكان اثري ومكان سياحي كان بيزوروا كل سنة عدد كبير جدا من الزوار خصوصا ايام الاجازات. فالمشروع هنا اتعمل عشان ينقذ كل ده. المكان هنا اكتر من رائع واللي ما زورهوش لازم يجي هنا يزوره. شايفين كمان ان المكان بيتميز بطائر النورس، مش عارفة اخدتوا بالكم منه ولا لا، موجود هنا بيصطاد طبعا، بيستنى اي سمك يلاقيه على الشط هنا علشان يصطاده. اللي قدامنا ده عبارة عن سور وفي كوبري، السور ده بيبعد حوالي 200 متر، ده بيبعد عن القلعة بحوالي 200 متر علشان يحمي أساسات القلعة من الأمواج العالية اللي كانت بتيجي هنا خاصة في فصل الشتاء. كانت في فصل الشتاء كانت في حاجتين بيأثروا على القلعة، أول حاجة كانت الأمطار، ولكن الأمطار كانت بتأثر عليها بنسبة قليلة قوي قوي عشان طبعا ما بتشتيش كل يوم، لكن احنا عندنا الامواج زي ما احنا شايفين في المنطقة هنا عالية جدا، كانت بترتفع في فصل الشتاء من 5 متر لحد 8 متر، فكانت كل الامواج والمية دي كانت بتدخل جوه الشبابيك بتاعة السراديب والممرات الساحلية بتاعة القلعة وكانت بتتراكم المية جوه وكانت بتأثر عليها لان دي مية مالحة. انا بس عايزة اوريكم دلوقتي ان احنا واقفين عند الناحية اللي هي قريبة من القلعة، زي ما احنا شايفين في الكوبري اللي قدامنا ده اتعمل علشان يقلل الامواج اللي جاية العالية من الناحية التانية شوية كده، وهنروح الناحية التانية وهنشوف الامواج دي عاملة ازاي. لكن الجنب اللي احنا شايفينه اللي هو قدامنا ده، ده اللي هو فيه الامواج الهادية، والجنب التاني اللي هو جنب القلعة ده فيه امواج هادية جدا لان معمول سور محاط بصخور كبيرة جدا حمت القلعة من التآكل ومن الغرق بفضل الصخور دي اللي هي محطوطة، منعت فعلا كل الأمواج دي ان هي توصل للقلعة. المشروع ده اخد طبعا وقت كبير واخد مجهود كبير جدا، اخد كمان تكلفة عالية. تكلفة المشروع كانت حوالي 267 مليون جنيه. لو عملنا زوم كده هنلاقي برضو السور قدامنا هو لسه ما تسلمش، لكن المشروع كده خلاص هو خلص، خلص رسمي، اعمال المشروع هنا خلصت تماما بنسبة 100%. تعالوا دلوقتي نروح عند الجنب التاني ورا السور ده. شايفين بقى الصخور اللي هي محطوطة دي بتمنع الامواج ان هي توصل للقلعة.
كل الصخور دي ما كانتش موجودة قبل كده، ولكن بفضل المشروع هم حطوها علشان تحمي وصول الأمواج العالية دي، خصوصا في فصل الشتاء، إن هي تقرب من القلعة وتغرقها. وزي ما احنا شايفين هنا فرق كبير قوي ما بين ارتفاع الامواج. انتوا هنا هتحسوا فعلا ان الامواج في المنطقة هنا عالية جدا. تخيلوا بقى الامواج دي كانت كلها بتضرب في الاساسات والصخر بتاع القلعة، وكانت بتخش جوه عند الممرات الساحلية، بتخش من خلال الشبابيك بتاعة القلعة. وامواج البحر طبعا بتكون مالحة، فبتؤدي للتآكل السريع لكل الصخور اللي موجودة. علشان كده دلوقتي تم عمل السور والرصيف البحري علشان يحمي القلعة، وكده الموضوع بعيدا تماما عن القلعة. لكن الجنب اللي احنا شايفينه ده بعيد شوية، بفرجكم هنا على شكل الأمواج اللي كانت موجودة قبل كده. تخيلوا ازاي الأمواج دي كانت قبل كده بتأثر على القلعة من قبل ما يعملوا كل المشروع ده. المكان هنا مميز قوي للناس اللي بتحب الشتاء في اسكندرية وبيحبوا الأمواج والبحر العالي. المكان هنا هادي، بتقدروا تستمعوا فيه بصوت البحر وريحة البحر الجميلة، وكمان مكان جميل قوي ومميز للتصوير. كل اللي عليك تعمله ان انت تكون لابس تقيل وتلبس ايس كاب وتلبس شوز مريحة. لكن لازم تعرفوا هنا طبيعة الصخور ان هي سليبري جدا، واي حد بيقف عليها ممكن يتزحلق بسهولة، ومجرد بس ما بتقفوا كده من بعيد بتاخدوا هنا احلى صورة. هنا تقدروا تلاحظوا ان مش كل الصخور بتكون على نفس المستوى، في صخور بتبقى عالية وصخور تانية اقل منها. الصخور دي بسبب تآكل البحر في الصخور دي فهي بتنزل تحت، فلازم كل فترة بيحطوا صخور جديدة علشان تعمل حماية للشاطئ هنا، او تعمل حماية للممشى اللي موجود هنا، وطبعا عشان يحمي الشط كله من التآكل. ده بيبقى على مستوى الشاطئ كله بتاع اسكندرية او الكورنيش كله. المكان هنا برضو مخصص للصيادين، لو اي حد بيحب يصطاد فممكن بتيجوا هنا بتصطادوا، سواء في هنا او في المنطقة اللي هي حوالين القلعة. وكمان حوالين القلعة بتقدروا تاخدوا موتور بوت عند الحتة الهادية، وبتستمتعوا بأحلى فيو هناك. والموتور بوت دي بتبقى موجودة كل يوم وشغالة ما عدا أيام النوات، وتقدروا تاخدوا كمان أحلى صور. وفي نهاية الفيديو عرفنا عن أكبر مشروع بحري هندسي في مصر، مشروع إنقاذ قلعة قايتباي. ودي مش هتكون آخر المشاريع اللي هتتعمل هنا، لكن في مشروع دلوقتي هم شغالين فيه، وده هيكون مفاجأة حلوة قوي قريب هقولكوا عنها. وبتمنى الفيديو ده يكون عجبكم واستفدتوا منه. اكتبولي في الكومنتس رأيكم، واكتبولي أي أسئلة أو اقتراحات أو فيديوهات حابين تشوفوها الفترة اللي جاية، وانتظروا إن شاء الله حلقات تانية كتير عن أماكن سياحية حلوة في مصر. شكرا لمتابعتكم.